سعادة الأخ العزيز دكتور عبد الله الدواضي على هذا السؤال، وأخص بالذكر جزئية السؤال المتعلق بالترشيد. دائما الاستهلاك مرتبط، الفاتورة مرتبطة بنمط الاستهلاك. مثل ما تفضل سعادة النائب في سؤاله، في أشهر الصيف دائما هناك ارتفاع طبعا طبيعي بسبب درجات الحرارة، نمط الاستهلاك، سلوب الاستهلاك، وهذا ينعكس على 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 الفواتير. لكن ذاك دائما مجال للترشيد. نحن نؤمن دائما بأن المشترك بشكل عام، المواطن البحريني والمشترك بشكل عام، هو مشترك واعي ومرشد، ولكن دائما نتطلع إلى المزيد بما ينعكس على الفاتورة. تفضل سعادة الأخ النائب وأشار إلى موضوع ارتفاع الفواتير. نعم سعادة النائب، هناك طبعا لا يخفى على الجميع تداعيات جائحة الكورونا، تغير نماط الاستهلاك، درجات الحرارة القياسية اللي تسجل فترة الصيف. نعم كان هناك استهلاك كبير في العام 2021، صيف 2021 سجل أعلى استهلاك للكهرباء في تاريخ البحرين 3751 ميجاوات، وأيضا ارتفاع كبير في الماء 177 مليون جالن، بارتفاع 10 مليون جالن على الأعوام السابقة. هذا طبعا يرجع إلى العديد من الأمور، وبالتالي طبعا دائما نتكلم عن ممارسات الترشيد هي السبيل الأمثل. وطبعا مجرات الترشيد كثيرة، منها طبعا نمط الاستهلاك، منها طبعا تركيب العوازل الحرارية، ممارسات المباني الخضراء والعديد. طبعا هيئة الكهرباء والماء تقوم بجهود عديدة وضحناها في الإجابة لسعادة النائب لمختلف شرائح المجتمع، من المراحل التعليمية إلى المواطنين إلى المقيمين، وهذه الجهود بإذن الله مستمرة. تطرق سعادة النائب إلى الدعم المقدم. طبعا لا يخفى على سعادة النائب الكريم بأن هناك دعم كبير مقدم إلى المواطنين في مسكنهم الأول. عدد الحسابات المشتركين في مسكنهم الأول اليوم يبلغ 146 ألف مشترك. الشريحة الأولى مدعومة بواقع 90%، وهذا دعم كبير لا يخفى على سعادة النائب. ودائما نتطلع إلى المزيد ممارسات الترشيد لتخفيف الاستهلاك في فترة الصيف. يتعلق تطرق سعادة النائب في إجابته إلى موضوع العدادات، أحب أكد أن هذا نهج العدادات الذكية هو نهج عالمي اليوم، ممارسة مثلى في مجال صناعة الكهرباء والماء. طبعا هذه العدادات لها العديد من الفوائد، سواء على مستوى الهيئة أو المواطن نفسه أو المشترك. ستتيح للمواطن في مرحلة من المراحل الاطلاع على استهلاكه اللحظي والآني، وبالتالي مراقبة حجم استهلاكه، فلها العديد من الفوائد إن شاء الله. لا تغيير في نمط، طبعا اليوم يعني قد يثار موضوع أن تغير أسلوب واحتساب التعرفة، لا طبعا لم يتغير، نفس ما هو نفس الهيكل الموجودة، نفس التعرفة المعلنة، لم يتغير طريقة احتسابها. تقرر سعادة النائب إلى قطع التيار الكهربائي. طبعا قطع التيار الكهربائي سعادة النائب هو ليس هدف نسعى إليه، هو وسيلة التحصيل، ولكن هي آخر وسيلة من وسائل التحصيل. كن على ثقة سعادة النائب أن اليوم هناك العديد من الإجراءات قبل الوصول إلى مرحلة قطع التيار الكهربائي، منها التواصل مع المشترك، منها التسويات المطولة التي تصل إلى 10 سنوات للمستخدم السكني، منها حثه على عمل تسويات، العديد من الوسائل. وسنراعي إن شاء الله دائما نراعي موضوع المرونة مع المشتركين.